في غضون ذلك شارك القيادي في تحالف عزم مضار الكروي في مجلس عزاء لضحايا قريتي نهر الإمام والرشاد ضمن قضايا المقدادية شمال شرق محافظة ديالى. وذكر الكروي في تصريح لقناة الفلوجة إن الحادث المؤسف الذي تعرضت له القريتان يستوجب عدم التخلي عنهما في هذه الظروف، مؤكدا في الوقت نفسه أن حقوق أهالي هذه القرى محفوظة، والذين نزحوا منها سيعودون حتما إليها معززين مكرمين بعد القيام بإجراءات وخطوات تضمن حياة كريمة لهم. رسالتنا بأنه إحنا ما راح نعوف أهلنا في أسوأ الظروف، حادث مأساوي يعني هذا اللي يتعرض له أهلنا في قرية الرشاد وبالإضافة إلى قرية نهر الإمام. المستهدف الأبرياء، ظلم وقع على أهلنا، وهذا الظلم مرفوض بكل الأديان السماوية، بكل القوانين، كل الأعراف. حقوق أهلنا ما تضيع إن شاء الله، إن شاء الله راح نطالب بها، وإن شاء الله يرجعون المناطق معززين مكرمين بعد أن نقوم بعدة إجراءات وخطوات ومتابعة مع الحكومة إن شاء الله في الأيام القادمة بأن تضع خارطة طريق تضمن حقوق وتضمن حياة وكرامة أهلنا في هذه المناطق.